نقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، عمري ما غادي نخرج نفتري على شي واحد، وعمري ما غادي نخرج نأتاكي شي واحد، واخا يكون شكون ما كان، واخا يكون شكون ما كان هضر فيا، واخا يكون شكون ما كان تعلي في الشرف ديالي، والله ما نخرج نهضر. بكيا واقفه لي هنايا، ولكن والله عندي بزاف ما يتقال، وعندي بزاف ما ينهضر فيه، وعندي بزاف ديال المواضيع، ولكن والله العلي العظيم الا قد 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 الاكسبيريونس ديالي في السوشيال ميديا، قد لان كنشوف ان الناس كتحمقوا من يمشيو لايف هذا وده هذا ويطلعوا ستوريات هذا وهذا، كتكون ضروري كاينه شي شوهه ولا شي حاجه. انا ما معروفاش بهذا الشيء، طلقت وما قلتلكمش علاش طلقت وشنو السبب وفين عايشه بنتي، داكشي كل واحد كيفاش كيأولوا. مادام انا ما كنطقش الا واش تفرقوا لي زعما بصح هنا في المغرب لوس الايفون تليفون هذا ولا شيء هنا انا مزيان هذا باين واقع غير تيحلم هذا دوك الاحلام اللي كيجيو في نور العصر. هاد الاكله هادي ما غاديش نعطيوكم سميتها، هادي غادي نعرفوا اللي وجدها في الكونط واللي ما جاوش جاب. هي اكله سي محمد هاد الاكله هادي تيعرفوها غير وجاده. انا الصراحه تقولوا لنا دابا شنو سميتها الاكله. انا الصراحه اول مره في حياتي كنشوفها، اقسم بالله العلي العظيم واحد اول مره في حياتي كنشوفها انا. وهذه مشهوره هنايا في المجزره ديال الياسر فوالا، كاينه في طريق العونيه، راه هو اللي تيصاوبها بالكبده مخدومه على حقها وطريقه اونفاس مع المجيل الغزال. فوالا عطيونا السميه. ما كانش اللي ما يعرفش هذا الا هو وجدي حر كامل كيعرفوه. وجدها يعرفوها كامل كيعرفوها. انا نشوف اللي وجدي حر من اللي ماشي وجدو حر. بسم الله بلاتي الطعام. وتجي معها هكا الحار الهريسه. الهريسه تاكلها باللي بغيت بالذوق اللي بغيت. ايوا اول مره غندوق شي حاجه هكا. بسم الله واو مستفين جدا. انا والله الا بعدا شفتو شبعت صافي. شبعت تقهمت انا صافي من شتات الاكله هادي. هادي ماشي اكله هادي راه ها هي. وتوقع له ولا شي حاجه ياخذهم او نمشي انا للحرس وغتشوفوا هذا الوجه. انا الله الله يتهدى عيقات بالله وحق الله عيقات اكثر من القياس كاع. المهم انا غنهضر بالشوم وغنعيركم وغنسبكم، عرفتوا علاش؟ انتم حشيتوا القالب ومشيتوا تسخرتوا وليتوا كضحكوا، فهمتوا؟ شوما درتوا بيا ومشيتوا كضحكوا دركا كتشفاو كتصيفطوا للاعداء كتقول لهم شوفوا شو غنقول لكم دعيتكم الله، حيت انا ما تساليش دابا مش بشي. واش هادي عطى الحل ولا شنو؟ فهمت ولا شنو جا داش ولا؟ ما عطاتها شي حل واقيلا. نبقى نديكلاري بالانسان ساليش، ولكن كونوا هانيين. دخلت عندي مختصه ديال التجميل في كازا طبيبه، قالت لي جي عندي باش كتهضر فرونسي ما فهمتهاش، ولكن غادي نهضر معاها ابيل وغتشرح ليا كلشي. شو القيح شو القيح؟ الناس اللي كتقول فيلتر صباب نو فيلتر اش فيلتر اختي؟ غادي ينفخ ليا عين وغيخلي عين فهمت والو انا من هذا الفيلتر فيلتر هذا شتو ما صباب ما فهمتش شنو هي الحاجه اللي درت ليها بحال هكا في وجهها؟ دار شي حاجه وجهها ديال شنو؟ لا ضروري خاصكم تشوفوا هاد اللقطه. شوفوا غزال كيفاش كتاكل مسكينه مع النقاب. حيدت النقاب ديالها ودارت هذيك السربيزه باش تقدر تاكل مرتاحه. شوفوا ما شاء الله الله يعطيني الثبات ديال غزال، اقسم بالله ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا اي حاجه تمحلت عليها عندك فيها الاجر والله العظيم. شوفوا شوفوا ما شاء الله. ايوا المهم بصحتها وراحتها دابا غادي باش ميشوفها دابا حتى شي واحد. دارت السربيته ودارت وجهها هكا باش ما تبان حتى شي واحد زعما راها كاشفه على وجهها. ايوا صافي المهم هادي هي العشيوه ديالنا، كل واحد شنو خدا. خديت انا يا صالات خدينا البلا ديالنا، حماقت على هادي صراحه. اي بلاصه كنمشيو لها ماكلتها بنينه بزاف. وهادو هما الاجواء ديال اليوم. عرفت واحد الجو بالليل واعر 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 واعر. نعرف انا المراه المنقبه عندما تدير في القهوه، عندما تقعد في الريستورات تاكل، بعد تاكل تمشي لدارها تاكل في دارها. ماشي تنعرف انا الا كانت شي وحده منقبه ما كتبقاش تقعد في القهوه تبقى تاكل تمشي لدارها، غادي ديرها الهبال وديرها الشوا في راسها. تخيلتي هادي عطيها عطيها نضرب سيري تقودي وحمارة شعرفي شو صادر انتي امك
شوفي انت هذيك اللي هضرتي تدخلي السوق راسك تقول لي فيا اللي بغيت ادخل السوق راسك شي تقولي انتوما ماشي سوق ديت الكسر حاول تشارك حيت ممكن تدخلوش برقاقات اي الحمد لله ما تقدروش تهضروا ما تقدروش بلا ما تهضروا خصكم ضروري تقمعوا باش ترتاحوا على راسكم عندي لك فلوس محمد انا كاع ما نرضوني ري عطاكم على الجدور ونيت رمزه تحشموش من تدخلت في ما لا يعني سامع ما لا يرضي ما كيبان هذاك ولد مسكين ظاهر محفظه شنو ما يقول بالخلع مسكين بقى عاد يتفتف مع رميم ولكاع ديك جوج كلمات اللي حفظ عطو راه قالهم عندك جوج بحوره والبلاد جات في الشوكه وكل شيء في البحر غالي عمتي فيه غالي كليتي فيه غالي بصح عبد الله نص ساعه في الجيتسكي ب 600 درهم صايقا بك ساره بيرليس لا حشومه اما باش تاكل الحوت في دوك القهوي اللي انفصل البحر ويلي خاصك تاخذ الدعم عند الدوله تسجل في برنامج فرصه وتسنى نوبتك باش تاكل الكنمار تبارك الله على سي باسو ايوا راه العشره عندها ناسها وديما تيقول لك اختار اللي يكمل معك الطريق وما تختارش اللي يخليك في نص الطريق الله يحفظكم الله يطول لكم في العمر ما تفضحش الناس لان الله لو اظهر حقيقتك لما نظر اليك احد ماشي اي وحده شفتيها عريانه تقول عليها زانيه ماشي اي وحده بانت لك غاديه مع واحد اصلا ما خصهاش تبان وهي كتصلي ماشي قاضي خصكم مغطيه صاحبي اللي كتصلي ماشي يوم القيامه غادي تصلي قدام الكاميرا والعالم كله تيشوف لا يمكنش راه تيخربوا هاد الناس هاد راه خاصها تستر الا بغات تصلي خاصها تستر تيخربوا دابا هاد الناس هاد شادين الدين بالمقلوب اصاحبي هاد وحق الله تبان لها الشيخ هاد وقيلا سخن عليهم الحال سخن عليهم الحال صافي نزلوا يتبردوا في لابيسي على خاطركم جالسين عليا ديري راجلك مفاجاه بدلي اللولوك ديالك على قبل راجلك ها نتوما حشومه عليكم شوف ها هذوك اللي كيقول دايره فلتر دعيتكم الله ها شو عيني فين الفلتر فين الفلتر الدعوه بكم الله خرجتوا عليا ها بغيتوني مزيان دابا شنو عندي انا غنمشي نتابعكم قانونيا وباقين عندي ميساجات نتوما اللي خرجتوا عليا كتقولي ديري بدلي ليونوك بدني ليونوك دابا هاد ليونوك عجبكم دابا صافي انا وراجلي غنتفارقوا كل واحد غيشد طريقه بسبب هادشي هذا ها ها ما
قالت لك فلتر. لا حول ولا قوة. حسبي الله ونعم الوكيل. هاي مخشية وسط الكنايس، هاي في الحبس في الطار، هاي في الحبس، هاي دواحة مولا الخيام. أغادو تشير ذاك الميكرو علي لقاتو هاك 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 تم الحمق داروا معاه استجواب الله يستر. جايبة شكون اللي شهرني أنا من غير شوف تيفي؟ رانتوما اللي شهرتوني وعارفيني نهار الأول جيت عندكم قلت لكم راني مريضة عندي مرض نفسي ودوزتوني في القناة ديالكم وشهرتوني ودابا راه ولا عندي جمهور دابا ما عندكم ما ديروا دابا دابا ها دابا ولا عندي جمهور أنا راه بليز دير مني تنجي عندك أشوف تيفي باش نشهرك بليز دير مني تنجي عندي تنجي عندكم نصور معاكم باش نشهركم. قال لك انقلب السحر على الساحر يا جلالي دابا دخلت شوف تيفي طف طلوعر. السلام عليكم. تقولي دخلت وما دقيتش بنيتي كي دايره؟ شتك صبحتي غير كذا بنيتي راه 8 ونص هذه ها؟ ياك ما عندكش فاق قدام ولا شي مصيبه كحنا نهار جينا نخطبوك راه قالنا باك راك صحيحه بصحيحه ما عندك والو. اه تفكرت بنيتي اش كنت بغيت نقول لك؟ حكا نسيت لا تقولي ما دقيتش ولا شي حاجه. قولي لك يومين هذه باش روحناك وجبناك عندنا للدار شكا بنيتي ما تتردي ما جاتك دوخه ما حامله ما والو زعما ولا شنو؟ باقي الحال؟ اييه بنيتي اليوم 4 ايام اليوم 4 ايام شفتك باقا ساقله ما قلتي تنتوحم ما قلتي راني حامله ياك ما عندكش شي مشكله ملي كنتي عندك الطبيب ها ياك ما هادشي عندكم ويلاتي ولا شي حاجه قالوا لي واحد خالت عمتك بكره عاقره ما تتولدش ياك ما شبهتيها انا راه من نهارها حتى نتوحم شفتك اخوتي 4 ايام هادي ما قلتي لنا راه حامله ما قلتي حتى حاجه ورانا ما دقيتش وبنيتي راه اليوم 7 ايام راه كملتي سيمانه بنيتي شفتك باقا قالت عندكم ساقله انا راه خفت بغا نجوج ولدي بغى انا ولدي راه جوجتو باش يولد ليا ماشي باش قلت لي قال سيمانه وانت كازازه تقول لي حق الولد باقي الحال انا بنيتي راه ما كملت 7 ايام حتى ولد ثاني انا راه جيت حامله بالاول اصلا. لا لا بنيتي ولدي ما فيهش التليفون انا تعرف ولدي مزيان راه ولا مسعده حامل وحده فارينا عبز زريلا خرج من الحبس على النفقه اي والله يديك وما بقيتش غندق دار داري ما ندقش ندخل وقت ما بغيت الحمد لله خليت لكم هذا نص بيت قاعدين فيه جبناك ولدي ولدي لنا خلاص ولدي ولا فرخي ولا بقدي ولا تيليشارجي من بلاي ستور ولا شوفي شنو ديري بيا ولا سمعتوا عليا شي حاجه ان بعد الظن اثم هادشي اللي كاين الا سمعتوا الا وصلتكم ولا وصلت لكم شي حاجه عليا خايبه ماشي مشكل عادي اسمو قال لي هذا لا غنوقف باش نقدر نونطر في الخدمه ديالي راه عندي بنتي خدام عليها ما نقدرش كتب لي بحال مبوقة صاحبي كامل كاينه في هذا العالم والله ما وقع شي حاجه والله ما وقع شي حاجه والله ما وقع شي حاجه انا بالنسبه لي ما وقع حتى حاجه حيت اي حاجه كانت خصها توقع وقعت وبس ماشي شي حاجه اللي غادي تدمرني حتى انا عندي حاجه وحده مدمراني حياتي كامله كانت ماشي معاها اما هاد بيا ولا سمعت انها المخدرات انا نخط نكون وصلنا لخط الفيديو الى كنتم الابطال بقيتوا حتى لهاد الدقيقه ديال ما تنساوش تخليو لي معكم شي لايك للفيديو بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم تاكدوا بانكم مشتركين في القناه تفعلوا معكم هذاك الجرس باش الى كانت شي حاجه جديده توصلكم نتوما الاولين فعلوا الخوت مع الفيديو خليو لي تعليق زوين عليكم تهلاو فراسكم تهلاو فراسكم تلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر السلام عليكم.